اهلا بكم مشاهدينا من جديد. يعني في هذه الفقره الحواريه الحقيقه ومن الفقرات اللي دايما انا شخصيا بحبها جدا الفقره اللي بنتكلم فيها عن عسل النحل وكل ما يخص عسل النحل، سواء كان المناحل، سواء كان العسل كانتاج، سواء وجوده في فعاليات. يمكن لما بنقول فعاليات خاصة بالنحل أو خاصة بالعسل احنا بنتكلم في فعاليات جديدة من نوعها، أكيد منظمة بشكل جديد ومختلف. مهرجان العسل بحديقة الأرمان في يعني نفس التوقيت من العام الماضي كنا بنتكلم عن الإعلان عن أول دورة لمهرجان العسل، والحقيقة إن هي كانت من الحاجات المحببة جدا لقلبي أنا شخصيا، لأنه دايما كنا بندعو لده في الحصاد إن احنا محتاجين مهرجانات ومحتاجين فعاليات لعسل النحل، لأنه أهميتها مش بس بتكمن في الأهمية الاقتصادية، هي كمان أهمية مجتمعية. احنا بنجمع الناس على هدف، يعني صحيا هدف سامي، اجتماعيا هدف سامي، اقتصاديا هدف سامي، فبالتالي هي فعالية من الفعاليات المهمة جدا اللي المفروض ان هي تبقى متواجدة معانا دايما. وصلنا للدورة الثانية، فبالتأكيد عندنا اختلاف عن الدورة الأولى، عندنا إضافات، عندنا حاجات كتير اتعلمناها من الدورة الأولى هنبدأ نقولها ونتكلم عليها النهاردة في فقرتنا مع مهندس فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. وايضا دكتور محمود حسن منظم المهرجان، اهلا بك. اهلا بحضرتك. اهلا بك. يعني خلينا نبدا مع حضرتك مهندس فتحي. احنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم الحقيقه بكثير من الانتظار في التوقيت صحيح. ده وكان نفسنا نشوف هي الدوره الاولى للمهرجان العسل هتبقى عامله ازاي. احنا دلوقتي بنترقب الدوره الثانيه، فبالتاكيد هي فيها بعض اللمسات المختلفه، بعض الاضافات، الافكار الجديده، الحاجات اللي خلاص يعني احنا اخذناها كده زي اتعلمنا من الدوره الاولى. تمام. في بدايه حديثي طبعا بشكركم جميعا، واتوجه بالشكر لمعالي وزير الزراعه للدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد، لأنه هو بصراحة اتعاون معنا بطريقة جدية وبطريقة كبيرة جدا جدا في توفير المكان للمهرجان، أنه هو يكون تحت رعاية وزارة الزراعة. والأمر الثاني أنه هو يكون في كنف وزارة الزراعة في حديقة الأرمان، وده شيء طبعا بنشكره عليه جدا جدا جدا. ليه حديقة الأرمان؟ حديقة الأرمان معلم تاريخي من المعالم اللي موجودة عندنا. حديقة الأرمان في رعاية وزارة الزراعة أو في المكان نفسه بتاع وزارة الزراعة، فده هيسهل علينا كتير جدا مع النحالين، إن مركز البحوث الزراعية، إن قسم بحوث النحل، إن الأمور دي تكون متاحة جدا للنحالين. لو في عند النحال لما يجي أي استفسار هيكون في ردود سهلة، وفي نفس الوقت الوصول لحديقة الأرمان من سهل مش صعب. يعني هي مكان جماهيري كمان. صحيح. هي يعني معرض ظهور برضو خلاها يعني كمان مكان جماهيري للناس كلها. واحنا كمان بنفكر مع وطرحنا الفكره على الدكتور علاء عزوز ان احنا مع مهرجان ظهور الربيع من كل سنه هيكون للمهرجان العسل المصري مكان خاص، فاحنا هنرافق بعد كده ان شاء الله، يعني في المستقبل هنرافق مهرجان ظهور الربيع. الدوره الثانيه من مهرجان العسل المصري فيها بعض الاضافات وفيها بعض التحسينات طبعا، بعد النجاح الكبير جدا اللي حققته الدورة الأولى من مهرجان العسل المصري، وإن مصر كلها الحمد لله شهدته وشافته، العالم كله تكلم على مهرجان العسل المصري. مهرجان العسل المصري يعني أبرز دور كبير جدا لقطاع نحل العسل في مصر. المجتمع المدني إحنا ثقافتنا بالنسبة للعسل ثقافة قليلة ومش كبيرة. هدفنا من المهرجان ده ان احنا نوصل الفكرة او نوصل المعلومة للمستهلك او للمجتمع المدني ببساطة وبسهولة، وان مش احنا نعتز بالمنتج بتاعنا او المنتج المصري بتاعنا ونشجعه. ليه؟ دايما احنا لما نروح نشتري عسل دايما نقول العسل الفلاني، يا جماعة العسل المصري احنا اكبر دولة مصدرة للعسل في الشرق الاوسط. يعني احنا بنصدر 2500 طن من العسل سنويا، ما يقارب ال 2500 طن كل سنه بنصدر لامريكا، لليابان، لمعظم دول العالم. تمام. فبالتالي احنا عندنا جوده في المنتج، الجوده دي احنا عايزين من خلال المهرجان نوصلها للمجتمع، نقول لهم احنا منتجنا الوطني او المصري هو في اعلى مراتب الجوده.
دي نقطة مهمة جدا يعني اللي أكد عليها مهندس فتحي، إن إحنا بنسعى لفعالية تثقيفية مش بس اقتصادية، ومش هدفها الربح فقط. يعني أكيد الربح طبعا واحدة من ضمن أهدافها، ولكن إحنا بنسعى لفكرة انتشارها مجتمعيا وثقافيا. قلنا مهرجان مش مؤتمر عادي بيتكلم عن أهمية النحل وأهمية الاقتصاد النحلي وهكذا، ليه مهرجان؟ واحنا ازاي بنشتغل على فكره انتشاره مجتمعيا وزياده الثقافه النحليه في مصر؟ تمام، هي كلمه مهرجان بتبقى شامله اكتر من مجرد مؤتمر او معرض او يعني حدث معين لا ده هي فيها كل حاجه. يعني فيها ما يخص النحال نفسه، يبقى في ورش عمل عن تربية الملكات، عن الطرق الحديثة في زيادة الانتاج النحل والعسل، في كمان فعاليات للجمهور بقى ازاي النحال ما يبقاش بس ان هو بينتج العسل، لا ازاي يقدر يتعامل مع الجمهور ويسوق المنتج بتاعه، ودي مشكلة ناس كتير جدا يعني في النحالين. فحتى الفكرة ان هو تشجع الجمهور او المستهلك ان هو يدوق صنف جديد قبل ما يشتريه. لو هو راح يشتري من السوبر ماركت مثلا مش هيدوق، هيشتري على طول. لا انت هنا هتدوق، يعني كل الدوره الاولى كان كل العارضين بيدوقوا الناس كل انواع العسل اللي عندهم، وكان يدوق هنا ويدوق هنا ويدوق هنا ويشتري من اللي يعجبه. ففكره ان هو يروح ويجرب بنفسه دي برده ثقافه جديده. الاطفال برده كان ليهم دور مهم قوي السنه اللي فاتت، ان احنا عملنا ورشة عمل اسمها النحال الصغير. ده كان الطفل بيروح ويشوف الخلية ويتعرف على الملكة والشغالة وكل واحد دوره ايه. فدي فكرة المهرجان اللي هو يعني موضوع شامل، كل حاجة، الفكرة كإنتاج كتذوق، كمان الجانب الصحي. كان في محاضرات عن ازاي فوائد العسل شاملة بقى، سواء للمناعة وللجلد للشعر، فوائد كتيرة جدا. ويمكن كلنا لاحظنا الفترة اللي فاتت وقت انتشار الكورونا ازاي زاد استهلاك العسل في مصر. صحيح. وعشان كده شعار الدورة دي هي جيش مصر الأصفر، اللي هو فعلا وقف مع الناس في رفع المناعة وفي مقاومة الوباء. والحمد لله يعني مكملين. وده شعار المهرجان الدورة دي. زي ما دكتور محمود يعني اكد انه العسل من الحاجات اللي وقفت حائط صد، وبتقف دايما حائط صد الحقيقه في يعني الموسم الشتوي كمان بقى نزلات البرد طبعًا. وده بيعتبر موسم الحقيقه لاستخدام العسل يعني صح عند الاهالي. اذا هنا يا باشمهندس احنا عندنا جانب طبي كبير جدا، وعندنا العسل اصلا خلفيه دينيه بتدعم كتير من الناس، وخلاص احنا هو يعني كخلفية مجتمعية بدأنا نأكد على الموضوع بشكل كبير جدا، او زيادة استخدامه. ده يأثر ازاي على الجانب الاقتصادي؟ العسل من المنتجات المصرية اللي بتصدر للخارج. احنا لما ننمي او المهرجان لما نعمله ونروجه اعلاميا لدول العالم، بنقول لدول كتير جدا من اللي هي بتستهلك العسل او بتستورد العسل، او بنلفت نظرهم ان ده موجود عندنا في مصر، اللي هو العسل المصري مع جودته ومع تصديرنا ومع كمياتنا الكبيرة اللي احنا بنطلعها ومجهود النحال اللي بيعمله والكلام ده كله. بعد التصدير ده بيعود بالإيجاب على تحسن الاقتصاد القومي. احنا بنصدر برضو من النحل اكتر من 1,200,000 طرد. طبعا هو تأثر هذا العام بسبب انتشار وباء كورونا، توقف الطيران والكلام ده أثر على تصدير النحل، لكن تصدير العسل ما زال إلى الآن ماشي بوتيرة ثابتة وكويسة. احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنصدر 2,500 طن عسل. ده مش من السهل جدا ان هو يحسن اقتصاد البلد، مش بنقول العسل لوحده، ولكن احنا بنساهم فيه. غير النحل والعسل في عندنا منتجات النحل الأخرى بتشتغل في المواد الطبية والأمور دي كلها. فبالتالي مهرجان العسل المصري لما يوصل الفكرة للمجتمع المدني وبعض دول العالم اللي احنا بنركز عليها بالفعل عشان نفتح أبواب التصدير مع الجهات الزراعية والجهات البيطرية اللي موجودة عندنا والحجر الزراعي،
تقدمنا لهم بطلبات قبل كده ان هم يفتحوا لنا اكتر من بلد زي المانيا زي اليابان، احنا اوريدي بنصدر لامريكا ما عندناش مشكله معاهم. الدول دي لما تعرف او بتحس ان احنا عندنا فعلا منتج كويس ومنتج على مستوى كويس جدا بيبدا في طلب على العسل. لما بيبدا في طلب خلاص التصدير هيشتغل، الاقتصاد هيتحسن، النحال نفسه وضعه هيتحسن. اكيد انا هرجع لحضرتك بقى عشان النحال ده احنا محتاجين كمان يعني نتكلم عنه بالتفصيل شويه. بعد الفعاليات دي يا ترى اخباره هتبقى عامله ازاي؟ احنا بنتكلم بقى في فعاليه الحقيقه ان العسل ده من المنتجات الحساسه جدا، يعني لو هو واحد بس ضمن خلينا نقول يعني البارتيشن او يعني واحد من ضمن 20 30 مثلا، هتلاقي انه هو من السلع اللي انت دايما حريص انه ما يجيش دبان، ما يجيش حاجه تخلي الـ يعني المنظر العام ينفر الناس. فانت مش عندك واحد بس، انت عندك كل الـ الاقسام او خلينا نقول الوحدات يعني اللي بتعرض عسل. ازاي انا هخلي الموضوع كله مختلف؟ الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما تشتري السلعه، عايزة تشوف منتج. أكيد أنت الإشراف يعني بغض النظر عن أنه التخصص بتاع الناس اللي هي بتعرض هو الإشراف كمان في فكرة أنه إزاي الحاجة دي توصل للناس على الوجه الأكمل. تمام. هل ده مرهق بالنسبة لك؟ أنا عارفة أنه هو يعني في تفاصيل طبعاً كتير طبعاً مرهق جداً وفي تفاصيل كتير جداً، بس الحقيقة أن السادة العارضين سواء كانوا نحالين أو شركات كانوا حريصين جدا 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 اكتر مننا على ان هم يظهروا في احسن صوره وان هم يقدموا المنتج على اعلى جوده واكتر شكل نظيف وجذاب للمستهلك. وده فعلا ما خلناش محتاجين ان احنا يعني نتكلم في الحته دي كتير. الحته الاهم اللي كان يعني دايما كنا نحاول نحافظ على الشكل العام، حدش يخرج بره شويه، حدش الحاجات البسيطه بتاعتنا، مصريين دايما بيحبوا يعرضوا حاجاتهم كده في الشارع، فاحنا كنا بنحاول البنر يروح عند اللي جنبه لا بس حاجات كلها يعني عاديه بتبقى من عامل مثلا عايز يجيب، فكلها حاجات يعني عاديه وتعاملنا معاها بكل سلاسه والناس كانت مستجيبه جدا. والمعرض كان يعني شكله راقي جدا ومحترم جدا، وعايز اقول لك تلفزيونات كتير عالميه صورت، التلفزيون الصيني عمل تقرير عن المهرجان، التلفزيون الأردني، التلفزيون السعودي، التلفزيون العماني، أن كان في معانا السنة اللي فاتت أكتر من دولة عارضة. فلا الحمد لله كان الحتة ديت ما فيهاش أي مشكلة خالص، ومتوقعين السنة دي تكون أحسن كمان، لأن السنة اللي فاتت كانت أول تجربة لينا وللشركات وللنحالين، فكله السنة دي داخل يعني حابب بقى يعرض نفسه بشكل أرقى وبشكل أشيك وبشكل أكبر. فالسنة دي هيبقى يعني هيبقى المنافسة كمان أعلى. طيب خلينا من خلال يعني برضو بس عندي إضافة صغيرة لكلام الدكتور. حضرتك اتكلمتي عن تطوير المنتج نفسه أو الشكل أو المضمون بتاعه. احنا في اتحاد النحالين العرب دلوقتي عاملين لقاء ما بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات تعبئة العسل ومعظم النحالين، وده هيئة سلامة الغذاء اللي موجودة دلوقتي في مصر واخدة على اعتقها ازاي المنتج يكون آمن وصحي جدا جدا جدا. باللقاء اللي احنا هنعمله او اللي احنا نظمناه بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية كمان، ده بيخلي الشركات اللي هي بتعبي العسل هنمشي على نطاق شروط ومواصفات. ده هينعكس ايجابا على شكل المنتج وجودته. وده خلاص يعني احنا بدانا نحط ايدينا عليه فعلا وبدانا نشتغل فيه. في النهايه هيكون في منتج موجود في السوق ينافس المنتج الاوروبي والامريكي وكل المنتجات، ولكن هو منتج محلي او يخص يعني طبعا يعني محلي بصيغه المواطن المحلي. طيب خليني هرجع لحضرتك مره تانية دكتور محمود. زي ما كنت بقول لحضرتك يعني فكره ان احنا من خلال برنامج الحصاد احنا قلنا للناس السنه اللي فاتت احنا عندنا فعاليه لاول مره. طيب احنا بما ان حضرتك يعني المسؤول عن التنظيم والمسؤول عن هذه التفاصيل، تقول ايه بقى للعارضين اللي عايزين يعرضوا السنه دي في المهرجان؟ تقول لهم ايه المختلف؟ ايه الحاجات او اللمسات اللي ضفتها السنه دي هتخليهم يبقوا محفزين اكتر ان هم يعرضوا في مهرجان العسل؟ تمام. مبدئيا السنه دي المهرجان اكبر.
يعني السنة اللي فاتت الحمد لله كانت بداية موفقة، نبتدي بأكتر من 50 شركة، ده رقم مش قليل. السنة دي مستهدف 100 شركة، المدة السنة دي مش 3 أيام، لا 5 أيام. فده لأن احنا السنة اللي فاتت الناس ما كانتش عايزة تروح، لا للمستهلكين والجمهور ولا العارضين، فكان كله طالب يمد يوم واتنين. فحرصنا السنة دي جدا ان احنا يبقى الفترة طويلة، بحيث كله يعني كل اللي عايز يجي مرة واتنين يقدر يجي. كمان المساحة أوسع، وبالتالي وده كنا حريصين عليه جدا برضو السنة دي، يبقى المسافات أكبر عشان يبقى فيه تباعد، ما يبقاش فيه أي نوع من التزاحم أو حاجة عشان العدوى وكده. المكان يعني يعتبر في قلب القاهرة، اللي يقدر جاي من القاهرة يقدر يجي بسهولة، اللي جاي من الجيزة يجي بسهولة، في مترو، في مواصلات. طبعا هو قدام جامعة القاهرة، فجامعة القاهرة كلها ليها مواصلات من كل حتة في مصر يعني. فالسنة دي فعلا مميزة. وطبعا حديقة الأرمان مش عايزة يعني مش عايزة كلام. فاضل بس بقى ان الناس تعرض بقى حاجتها وتورينا التميز بقى ان شاء الله. طيب بعد كورونا او بعد ظروف كورونا، يمكن السنة اللي فاتت كان الموضوع لسه يعني كان بداية شهر 9، بس احنا بدأنا نحس بالموضوع قوي من شهر 2 مثلا، فالموضوع قبل كده ما كانش مؤثر يعني في اي فعالية. بعد كورونا السنة دي هل متوقع ان هو يأثر على الزوار، ولا فكرة ان هو في مكان مفتوح في زرع وفي خضرة وكده؟ يعني ان هو مكان مفتوح ومكان واسع. الفكرة التانية اللي فعلا اتكلمنا عليها من شوية، اللي هي اهمية العسل في رفع المناعة. وده يعني هو منتج وزارة اصلا الصحة مطلوب دلوقتي. وزارة الصحة اصلا قالت ان الناس يعني من اكتر طرق المهمة لرفع المناعة كوباية مية الصبح دايب فيها معلقة عسل، وده كان نازل في دايما وزارة الصحة كانت بتنزله على الصفحة بتاعتها. فده فعلا خلى ناس كتير تبدأ تستهلك عسل في الصيف. احنا لسه بتقولي من شوية احنا داخلين على الموسم والبرد والانفلونزا، لا ده كان الموسم بادئ من بدري ولسه شغال. ف هو وصل معانا من السنه اللي فاتت. فاحنا المفروض ما نقطعش العاده بتاعت كوبايه ميه دايب فيها معلقه عسل، لان ده فعلا بيرفع المناعه جدا، وانا ليا تجربه شخصيه مع الموضوع ده. يعني لا فعلا بيرفع المناعه بشكل ملحوظ وفرق. انا عايز اقول لك دي ثالث سنه على التوالي الحمد لله، يعني ما فيش دور برد. ما شاء الله يعني. فلا الناس لازم يعني تفضل حريصة ان هي تستعمل العسل بانتظام لرفع المناعة وللتغذية كمادة مغذية مهمة جدا وصحية جدا. طيب بما اننا فتحنا الموضوع ده وكلمنا عن المناعة وكلمنا عن انه الموضوع مهم جدا صحيا، فلازم نتكلم عن مواصفات العسل الجيد اللي الناس تقدر تاخده ويرفع يعني مناعتها فعلا، ما يبقاش مجرد سكر او يعني مادة يعني خلينا نقول عسلية بس يعني. طبعا في مواصفات لعسل النحل، في مواصفات عالمية الكودكس حطها، وفي مواصفات للعسل المصري. المواصفات المصرية بتحدد عندنا نسب سكروز معينة في كل نوع من أنواع العسل، تتراوح ما بين 5-8% سكروز. ما زاد عن ذلك أنواع أخرى زي الأوكاليبتوس أو الكافور بيوصل ل 15% سكروز. لكن احنا بنوصي دائما ان احنا لا يتجاوز نسب السكروز بتاعتنا من 5-8. النحال طول السنة، النحال الشاطر اللي بيشتغل كويس بيبقى حريص قوي على النقطة دي. ليه؟ عشان يعرف يبيع عسله للشركات او عشان يعرف يسوق عسله للجمهور بتاعه. عادة الناس بتشتري العسل بتاعها من مصادر الثقة. مصادر الثقة بتشتغل على جودة المنتج نفسه، اللي هي المواصفات القياسية لعسل النحل المصري، زي السكروز زي ما قلنا، زي الرطوبة تتراوح ما بين 18 أو 16 ل 21، لكن متوسطها والأجود بتاعها 17. النسب التانية طبعا زي إنزيم الدياستيز والجلوكوز فراكتوز والكلام ده كله بتبقى نسب طبيعية جدا وممتازة جدا. نيجي للنقطة الأهم، الناس لما العسل بيرمل عندها أو يتبلور زي السمنة البلدي كده بتقول ان العسل ده مغشوش. لا، العسل ده طبيعي جدا، وده صفه من صفات العسل ان هو يتبلور في درجه حراره اقل من 7 او من 12 ل 7. يتبلور العسل هي دايره، احد اضلاعها المناخ او الجو البرد يعني. تاني حاجه عمل حبوب اللقاح،
والرطوبة. التلاتة دول لما بيشتغلوا مع بعض بيكون العسل مع درجة حرارة البرد أو درجة حرارة المنخفضة يبدأ يتجمد. أما بيتجمد ده صفة طبيعية جدا في العسل، فمعناه أنه طبيعي، طبيعي جدا، مش معناه أنه مغشوش زي ما معظم الناس عندها الثقافة دي، هو العكس تمام. فبالتالي إحنا بنشتغل في المهرجان ده على أن إحنا نوصل المعلومة الصحيحة للمستهلك وندوقه العسل وأنواع العسل اللي موجودة كلها في مصر، ونعرفه صفة تبلور العسل دي هي صفة طبيعية، لأن العسل كائن حي مش جامد. لا، هو بيشتغل مع الطبيعة والجو. يعني دي نقطة برضو مهمة جدا، فكرة المواصفات أو الاعتقادات الخاطئة في التعامل مع العسل، لأنه أنا واحدة من الناس كنت دايما بتخيل، يمكن أنا سمعت من حضرتك المعلومة دي قبل كده، أنه العسل لو اتغيرت مواصفاته ده يترمي خلاص، يعني ما فيهوش فايدة. كان في معانا المهندس محمد حبيب كان عارض عسل متبلور بس السنة اللي فاتت في المعنى عشان يوري الناس أن ده عسل طبيعي. هو بيوصل رسالة، بيوصل ثقافة، وبيوصل الرسالة ان انا موجود في مهرجان عسل مصر كبير، مش ممكن انا هضحي بسمعتي بالزبط. مش ممكن هضحي بسمعتي واعرض عسل مغشوش زي ما هو زي ما يقال عليه، لكن لا، العسل اللي انتوا بتقولوا عليه مغشوش هو عسل طبيعي 100%، ولكنه ينقصه نقطة الثقافة بالنسبة للمستهلك. المستهلك لازم يعرف ان العسل المتبلور ده عسل طبيعي، فعشان كده كان عندنا نحالين كتير جدا في المهرجان في الدورة الاولى عرض عسل متبلور. فالمستهلك بيجي ايه ده؟ يتساءل ده ازاي؟ فيبدأ هنا المعلومة تروح له من النحال للمستهلك مباشرة، فنبدأ ننشر ثقافة العسل الصحيح. أنواع العسل كتير جدا، في منها البرسيم اللي هتقولها بقى هتعددها، يعني تسعة أهمها إيه في المناعة؟ بس خلينا نقول أنواعها الأول. هو مش أهمها في المناعة، أهمها في رفع المناعة، التحليل المعملي لعسل النحل من الألف إلى الياء واحد، كل واحد كل واحد، الاختلاف في الزهرة، اختلاف في بعض في المواصفات. في ناس تقول لك ايه اللي هو البرتقان او الموالح العسل، ما انا بقول لحضرتك يعني اختلاف الزهرة مثلا زي الحمضيات او البرتقان والموالح بيبقى نسبة فيتامين سي فيها اعلى شوية، لكن كمواصفات معملية احنا تحليل العسل من كله واحد، لكن اختلاف الزهرة بينتج عنه اختلاف في المفهوم، اختلاف في المضمون، اختلاف في التأثير، لكن كجودة ومواصفات فهي واحدة كلها. عندنا عسل البرسيم، عسل الموالح، عسل اليانسون، عسل حبة البركة اللي كان فيه جدال كبير قوي وما زال، إن مش موجود عسل حبة البركة في مصر. لا، عسل حبة البركة ده هو مزيج من بعض أنواع الأعسال من المرعى نفسه، زي اليانسون، زي الشمر، زي الكروية، بيجتمع عليها النحل كله، ومجازا بيطلق عليها عسل حبة البركة. عندنا عسل قلنا الشمر والكراوية واليانسون والبرسيم والموالح والموز، عسل البردقوش، عندنا عسل النبء أو السدر المصري، وده من الأعسال الواعدة اللي بتلاقي دلوقتي نجاح كبير جدا. عندنا الأعسال الخريفية زي عسل السمسم، زي عسل الموز، عندنا الأعسال اللي بتنتج في المزارع أو المناطق المستصلحة حديثا، اللي هي بتنمو على مياه الأمطار طبيعيا وبيطلق عليها الأعشاب. دي كل الانواع او معظم الانواع اللي موجوده عندنا. طبعا في صعيد مصر بدات مزارع كبيره جدا من المورينجا، وبدا نحالين صعيد مصر يحطوا فيها نحل وينتجوا منها، وبالفعل جبنا عينات وحللناها ونسبه المورينجا فيها عاليه جدا، وده برضو احد الاصناف الجديده. المورينجا لوحدها كمان يعني واحده من الحاجات الهامه جدا. احنا هنا عندنا بقى مسؤوليه كبيره جدا، احنا مش بس بننظم مهرجان، مش بنطلع شكله حلو، مش بنطلعه منظم يعني على الشكل الامثل، احنا كمان عندنا ماده علميه لازم تبقى داخله معانا في الموضوع وفي التنظيم بشكل كبير جدا، وتوصيلها من خلال مهرجان هو اصلا موضوع جماهيري، فان انا دخل فيه ماده علميه الموضوع محتاج بقى يعني مجهود. ازاي عملت الخريط ده؟ هو حته اللجنه العلميه هو في لجنه علميه برئاسة المهندس إبراهيم ماضي أمين عام الاتحاد الناحيين العرب، هو مسؤول عن الحتة العلمية دي تماما. هيبقى الحتة العلمية دي مهمة جدا مش للنحالين بس، حتى لأي شاب أو أي حد عاوز يستثمر في مجال النحل،
لما يدخل ويتعلم صح من الأول ويسمع من أهل الخبرة وأهل العلم ده بيفرق معاه جدا، بدل ما يبتدي يعني بمجرد سماع أو قرأ مثلا مقالة، فلا ده هو قاعد مع الناس الخبيرة وسمع منهم إزاي يبدأ منحل، إزاي يربي ملكة، إزاي ينتج عسل، إيه أنواع العسل. فده كله مهم جدا، ده ليه برنامج وفي لجنة قاعد عليه. احنا مهمتنا ننظم الشكل العام وننظم الوقت في مسرح للمهرجان، هتعمل عليه كل المحاضرات ديت وهتعرض على شاشة، هنتخصص الوقت بتاع الصبح الأنشطة العلمية ديت، وبعد الظهر تبقى أنشطة ترفيهية وأنشطة تعليمية برضو للمستهلكين بقى. يعني في دكاترة التغذية تتكلم عن أهمية العسل في التغذية، في دكاترة بتتكلم عن أهمية العسل في التجميل. فهو برنامج هيبقى قوي جدا السنة دي، كمان 5 أيام هيبقى برنامج تقيل. هل يعني ضمن الترتيبات دي في حاجة زي دورات تدريبية ورش عمل؟ يعني تقدري تقولي ورش عمل. يمكن احنا بدأنا نعلن عن الحاجات دي دلوقتي، في أول ورشة عمل هتتعمل هي إنتاج الملكات الملقحة، ودي عليها طلب كتير وبقى فيها ليها ناس في مصر خبيرة فيها جدا يعني. فدي أول ورشة عمل اشتغلنا عليها، وهنعمل برضو الورشة بتاعت النحال الصغير تاني لأن هي لقت نجاح كبير جدا السنة اللي فاتت. فهنشتغل عليها برضو بتوسع أكتر مع المهندس عبد اللطيف يونس، هو اللي كان قايم بيها بشكل جميل جدا يعني. وبدأ كان في بدأ شركات اللي هي التجميل بالعسل بدأ السنة دي هتدخل تعمل جلسات تجميل بالعسل مجانية كل يوم، غير برضو المحاضرات اللي هيقولوها الدكاترة وكده. فالبرنامج غني جدا ان شاء الله. دي نقطة مهمة جدا. يعني اهميتها ايه بقى للنحال في ظل ما احنا بنسعى طول الوقت ان احنا يبقى عندنا تطوير وتنمية لأفق النحال في مصر؟ المهرجان بيبقى فيه ورش عمل للنحالين زي ما قال الدكتور في الدورة الاولى، كان عندنا في اليوم قبل الاخير او اليوم الاخير ورشة عمل للنحالين، كانت احدى الشركات راعية ليها، وكان اللي بيحاضر فيها اساتذة قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة. طبعا مع اتجاه العالم دلوقتي للانتاج الغذائي الامن او الاورجانيك زي ما بيقولوا، احنا دلوقتي عايزين برضو نوصل رسالة للنحال استخدام في العلاج او استخدام الامن للمكافحة الامراض لنحل العسل. مركز البحوث الزراعية بيتعاون معنا السنة دي في ان هو عنده مشروع بيوصل رسالة للنحال وبيقوله ان احنا نستخدم مواد طبيعية في المكافحة، وده اللي احنا عايزين نوصله السنة دي للنحال، ان احنا العالم كله دلوقتي بيتجه للغذاء الامن والاورجانيك، فاحنا خلاص عايزين ننحي جانبا الاستخدام العشوائي لاي شيء يضر بعد كده بالعسل نفسه. الحاجة الاخرى بالنسبة للمادة العلمية في المهرجان، احنا كمان بفكر ان احنا نعمل ازاي ورشة عمل صغيرة للزوار، ان هو ازاي يفرق بالطرق الصحيحة بقى، ازاي يفرق ما بين العسل الاصلي او العسل الخام والعسل اللي هو مش عسل. تمام. احنا قطاع النحل في مصر او قطاع العسل في مصر، احنا كنحالين مفيش حد بينتج حاجة اسمها عسل مغشوش. عسل مغشوش ده يعني حاجة موازية بتنتجها ناس تانية وبينافسونا بيها وكلام من ده. لكن انا كنحال ما انتجش عسل مغشوش، ممكن انتج عسل اقل جودة، لكن مغشوش لا، مغشوش ده حد تاني خالص غير النحالين. فلازم يكون عندنا. فاحنا في المهرجان السنة دي هنبدأ نركز على النقطة دي، ازاي يعني في معظم وسائل الاعلام بيطلع اي حد كده يتكلم ويقول نعمل نجيب عود كبريت او نعمل مية او نعمل كل الكلام ده، كلام باطل مفيش له اساس من الصح. العسل الجيد بنعرفه بالتحليل المعملي او باختيار الثقه، والثقه طبعا مبنيه عليها حاجات كتير جدا. العسل في السوبر ماركت، عشان نقطه بس لما بقول نختاره من ثقه، فما حدش بيقول ان السوبر ماركت مش ثقه، لا، السوبر ماركت عليه رقابه اكتر من النحال نفسه. يعني وزاره الصحه والتموين والكلام ده كله بياخدوا عينات عشوائيه من على الرفوف وكلام من ده. الاصلح هو اللي بيبقى، واللي هو كده بيطلع من الموضوع. فاللي موجود بكل وضوح عسل كويس. فاحنا هنركز على النقطة دي السنة دي، ان المستهلك نفسه ازاي يختار العسل، ازاي يعرف ان هو عسل طبيعي.
وبالنسبه للنحالين زي ما قال الدكتور ورش العمل بالنسبه للنحالين احنا في كل سنه بنحرص على ان احنا نجيب الجديد او الحديث في مهنه تربيه نحل العسل علشان النحال يتعلم النحاله الحديث. هيبقى عندنا رقابه على العارضين؟ احنا في كل اوقاتنا عندنا رقابه. عندنا معمل بيكون أو مرافق معملي عندنا حضرتك معمل مرافق للمهرجان زي ما حصل في الدوره الاولى. بيتاخد عينات عشوائيه من كل ستاند موجود، وبعد كده العينات العشوائيه دي احنا بندخلها مسابقه وبنطلع كمان منها اجود الاعسال. عظيم. يعني احنا مش سايبين الموضوع اي حد يخش، بالعكس كمان احنا بنختار العارضين. يعني احنا نفسنا لما بنبقى عارفين ان العارض ده فيه عنده تلاعب او كلام من ده احنا بنرفضه ما بناخدوش. لازم يكون كل حاجه في نصابها الصحيح، لان احنا في النهايه بنوصل رساله من قطاع تربيه النحل في مصر لمصر وللعالم كله. فبالتالي لازم يكون اختياراتنا اختيارات صحيحه 100%. هي نقطه مهمه كمان جدا، يعني حتى كمان علشان الزائر يبقى خلاص ضامن ان هو داخل المكان. هو ده بالفعل بيتم من الدوره الاولى، ان احنا عندنا معمل متنقل موجود معانا في جوه المهرجان وبنحلل بناء عليه بعينات عشوائيه. ده مهم جدا. هرجع لحضرتك تاني مره تانية يا باشمهندس. احنا بنتكلم على المهرجان، اتكلمنا بقى عن المهرجان ك يعني من الجانب المجتمعي، من الجانب الصحي، من الجانب التثقيفي، لكن كمان المهرجانات ليها جانب اقتصادي بشكل كبير عظيم جدا. طبعا. سواء كان يعني ادراج الدخل على العارض او على المنظم نفسه او على الجهه المنظمه، لكن هو بكل الطرق استثمار. طبعا. يعني هو لو مفيش استثمار حتى في الحاجة الصح زي ما احنا شغالين كده في العسل مش هتلاقي فيه حركة. يعني يمكن مثال صغير بقوله دايما، الناس وقت كاس العالم تلاقي الشباب نازلين يلعبوا كرة في الشارع او يأجروا ملعب وبتاع. فكل ما نتكلم عن العسل ونعمل مهرجان الناس بكلمة عسل بتقال كتير، فبدل ما ياكل مواد سكرية مثلا ضارة لا، طب ما ياكل عسل طبيعي. فكرة ان هو ينزل يشوف مهرجان ويشوف اكتر من عارض ويدوق من ده ويدوق من ده ويدوق من ده بتخليه يقدر يميز برضو. كل عسل زي بالبشمهندس قال يعني تحليلها واحد، بس ممكن انا استسيغ النوع ده ما استسيغش النوع ده. فانت انزل دوق 50 نوع من عند 100 عارض، خلاص هتعرف انت بتحب ايه وعايز ايه، وخلاص انت كده بقيت على الطريق. فطبعا الاستثمار في والدعايه للموضوع ده مهمه جدا، مهمه للاطفال وللسيدات وللشباب ولكل الناس ان هم يبداوا يستهلكوا عسل بكميات اكبر. كان احنا كنا هنا السنه اللي فاتت وكلمنا عن النقطه دي، ان المواطن الاوروبي بيستهلك متوسط استهلاك سنوي 2 كيلو عسل. المواطن العربي بيستهلك 100 جرام. فالفرق كبير جدا. ده المتوسط كمان يعني. يعني في ناس بتستخدم كميه اقل كمان. في ناس ما بتقربش العسل خالص نهائيا يعني. فاحنا دلوقتي من 100 جرام ل 2 كيلو لا، احنا عندنا مشوار طويل. مشوار طويل في شغل كتير جدا. يعني مش على قد التصدير بس، لا احنا عندنا هنا سوق كبير جدا ومستهلكين كتير جدا لسه ما يعني ما بيتعاملوش مع العسل. فلا في فرصه كبيره جدا جدا للي شغالين واللي لسه هيدخل المجال ان هو يلاقي فرصه عمل كويسه ومربحه واقتصاديه ويقدر يكمل فيها ويكبر فيها. فده طبعا المهرجان بيتكلم عنه وهيتكلم عنه، وده من اهداف المهرجان الاساسيه. واللي كان بيمولها للبنك الزراعي كمان السنه اللي فاتت كان داخل راعي وكان بيمول مشروعات النحل، وان شاء الله السنه دي كمان يكون موجود البنك الزراعي المصري. كان السنه اللي فاتت راعي المهرجان، وكان برضو دكتور السيد القصير وزير الزراعه كان هو رئيس البنك الزراعي. فهو يعني راعي السنه اللي فاتت وراعي السنه دي، ف ان شاء الله دايما مع بعض يعني. ان شاء الله. انا بتمنى لكم ان شاء الله يعني مهرجان ناجح السنه دي، ويبقى فيه كتير من التفاصيل المختلفه إن شاء وان شاء الله السنه الجايه بقى نتكلم عنه ان هو يعني بدا يسمع عربيا الاول وبعدين عالميا. هو مسمع عربيا بالفعل. عظيم. ولكن طبعا ظروفنا في كورونا هتمنع بعض الاخوه النحالين العرب ان هم يحضروا. ولكن احنا السنه اللي فاتت كان عندنا بالفعل عرب واجانب،
في الدورات الجاية لما تكون الظروف متاحة إن شاء الله هنوصله للعالمية بقى. إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله نقول إن هو بدأ يوصل للعالمية. دايما وأبدا بندعم مثل هذه الفعاليات اللي هي يعني هدفها الأول الثقافة وزيادة الثقافة. يمكن دكتور محمود أكد على نقطة إن إحنا في فكرة استخدام العسل نكاد نكون ما نعرفش حاجة عن ثقافة أهمية العسل في مجتمعنا. نسبة 2 كيلو ل 100 جرام واللي أكيد في كتير من المواطنين أصلا ما يعرفوش حاجة عن العسل وعن ضرورة استخدامه اليومي. ففعلا أنتوا عندكم مشوار كبير جدا وإحنا يعني بندعمكم طبعا بكل البركة الطرق. فيكم أنتوا اللي بتوصلوا صوت النحال وإحنا معاكم ودايما بندعم الحقيقة يعني الفعاليات دي كمان دايما إحنا بنحاول ندعمها هنا في مصر الزراعية إن دي رسالتنا الأم يعني. أشكرك جدا جدا مهندس فتحي البحيري رئيس اتحاد النحالين العرب، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتور محمود حسن منظم مهرجان العسل. شكرا جزيلا لك. شكرا حضرتك. شكرا. انتهت هذه الفقرة والحقيقة اللي يعني كنا نتمنى ان هي تطول كمان شوية الحديث عن العسل من الحاجات المهمة جدا والمحببة كمان للكثير. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي والحديث عن مركز البحوث الزراعية وتكنولوجيا التسويق في مركز البحوث الزراعية. انتظرونا وابقوا معنا.